اسمي أمنة محمود إبراهيم، أخصائية تمريض خريجة في كلية التمريض جامعة القاهرة، حاليا على وشك إن أنا على المعاش أبلغ 60، وعندي ولد وبنت ياسمين ومحمد. البداية أنا حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى، لو حضرتك خدتي هدية، والمثل الأعلى لله طبعا، بتحافظي عليها. لو جبت لك هدية وأنت جبتي لي هدية حد عزيز عليكي، بتحافظي تحاولي تحافظي على الهدية دي كويس قوي، محدش يجي جنبها بتشيليها في علبة، فما بالك سبحانه وتعالى حرم ناس وعطاكي أنت. حاولت أنجح، حاولت إن أنا أقوم بدور الأب والأم، حاولت إن أنا أدخل جواهم. يعني هو أهم حاجة إنك أنت تدخلي جوا الطفل، يعني تعلميه منك أنت، مش تقولي له بس وغلط وصح، لا أنت تعملي قدامه كده. محمد الحمد لله يعني بيشتغل في وظيفة كويسة ودخله الحمد لله كويس، يعني حتى لو ما خدش شقة ممكن يأجر شقة، ممكن يأجر شقة هنا مثلا، في احنا ساكنين في مايو. حبيبي ما وديش يسيبني، يعني ما ينفعش. قال لي ما ينفعش، طب حبيبي خد شقة تانية، استقل بنفسك زي أي شاب. أنا من زمان بحب الأكل، بحب أبدع فيه، بحب أجدد فيه، ففكرت بقى ان انا اعمل الفيديوهات التعليميه دي، لان انا برضو روحي تعليميه، يعني انا كده بحب اساعد الناس. حتى لو اوصف لك اكله، يعني انا زمان وانا جامعيه وانا بشتغل ومش عارفه ايه، كنت بعمل اكل وابيعه عشان اجيب دخل انكم يعني ليا. ايه المشروع؟ ان انا لازم اعمل حاجه، طب هعمل ايه؟ طب خلاص انا هبتدي اوزع اكل، اعمل اكل بس. فابتدينا كده. رسالتي لكل ام شابه، حافظي على مشروعك عشان تيجي يوم وتقعدي القعده اللي انا قاعداها دي تبقي فخوره باولادك. امنا ام مصريه، بس هي مش اي ام، يعني هي امي، وتعبت معانا كتير قوي 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 من صغرنا، لان انا والدي بطبيعه شغله كان بيسافر كتير، فهي كانت قايمه بدورين الام والاب. لظروف ما في الاسره والدي بيسافر كتير بسبب كان شغله في السياحه، فكان بنسبه كبيره مش متواجد. هي خدت الجزء دوت وتحملت الموضوع ان هي تبقى ام واب في نفس الوقت. في سن طبعا كان في مشاكل، اللي هو ابتدى سن المراهقه لاختي او ليا انا، فابتدت تبقى مش ام، هي ام وصاحبه لينا. ماما عندي انا وياسمين ليها كريدت كبير جدا، فايا كان هي هتطلب ايه احنا سبورت ليها. بقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يخليك لينا على طول وسند لينا دايما من واحنا صغيرين لحد دلوقتي. انا بتمنى لها، نفسي اشوفها بتحج، انا كذا مره بنقدم لها بس للاسف ما فيش نصيب.